السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سارة يوسف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد على الجميع. قبل ما نبداو الفيديو كنتمنى تدعموني بلا لايك ديالكم بالتعاليق وتشتركوا في القناة الى عجبتكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. اما وصفة اليوم فهي بسطلات صغيورين بحشوة اقتصادية بالخضر والتون، جاو لذات، كنصحكم تجربوهم، فعلا كيستحق التجربه. ما غنطولوش، ندوزو ديريكت للمقادير والطريقه التحضير. بالنسبه للحشوه، هنايا خديت واحد المقله درت فيها شويه ديال الزيت، غنضيف ليها هنايا واحد البصله كبيره مشلضه. بالنسبه للكميه ديال الخضر غتزيدوها ولا تنقصوها على حسب الكميه ديال البصيلات اللي بغيتو توجدوا. هنا كيف ما قلت بصله كبيره اللي هي مشلضه رقيقه شي شويه، غنحاول نطيحها في هذا الزيت. من طبيعه الحال غنضيف ليها شويه ديال الملحه باش يسهل عليا انني نطيحها. صافي، غير كطيح ليا واحد شويه، وكنضيف ليها باقي الخضار. انا اختاريت هنايا جوج ديال الخزوات اللي يكونوا محكوكين رقاق باش هكا دغيا يطيحوا لينا ما ياخذوش لنا الوقت. يعني بسيطلات غير بالخضره، والله حتى جاو لذات صدقوني. نتمنى انكم تجربوهم، يعني ماشي ضروري الكفته ولا الدجاج ولا، يعني غير الخضيره مصوطيه. انا نزيد ليها واحد القرعه كبيره محكوكه، حكيتها في الحكاكه الغليظه باش دغيا تطيح كيف ما عارفين. تقدروا تحيدوا مثلا الخيزو والقرعه وديروا الفلفل الالوان، حتى هي كتجي لذيذه جدا. هنايا غنزيد شويه ديال البزار، كيف ما شفتوا راني درت الملحه في الاول. غنزيد شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم ولا الكركم، وشويه ديال التحميره، شويه ديال الثومه غبره، الا ما توفرات ماشي مشكل، والبصله غبره حتى هي. غير تزيدوا للذل الحشوه كيف ما يمكن لكم، تزيدوا عطريه ديال اللحم ولا ديال الدجاج، عطريه ديال الشاورما، العطريه المكسيكيه. دابا تبارك الله واحد ولا واحد الكم هائل ديال التوابل اللي تيعطي للذة، خصوصا الحشوات هكا اللي كنعمروا بهم. هنا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، لان مازال غنضيف هنايا شعريه الشينوا باش نلقى فين نشحر داك شعريه الشينوا ولا الشعريه الصينيه. غنضيف شويه ديال الربيع مقطع، تقدروا تزيدوا الاعشاب المناسبه سواء الزعتر ولا الزعتر على حسب اللي كتفضلوا اللي متوفر عندكم. غنبقى نشحر هذا الشيء بطبيعه الحال. هنايا غنضيف شويه ديال الفطر المعلب، ما قطعتوش بزاف لانه رطب ويعني محتاجش وقت بزاف باش يطيح في المقله، هكاك علاش خليته شويه كبير. وغنضيف هنايا شعريه الشينوا، درت غير ساشيه صغيره اللي بطبيعه الحال رطبتها في الماء سخون وقطعتها مزيان بالمقص. غنضيف هنايا شويه ديال صلصه الصوجا، غير ما نكثروش الملح، لكن غنضيف صلصه الصوجا حقاش كتكون شويه مالحه. صافي، وغنبقى نشحر في هذا الشيء حتى ينسجموا جميع العناصر ودك الشعريه حتى يتشرب داك التوابل. صافي، وغنطفي عليها ونخليها تبرد باش ما تقطعش ليا الورق. صافي، ملي كتبرد ليا الحشوه كنوجدها بحال هكا، وكنجيب هكا شويه ديال الطون هنايا صفيته من الزيت، وشويه ديال الموتزاريلا مخلطه مع فرماج حمر. هنا غنجيب انايا عندي غير غطا ديال سميتو ديال الشكلاط، قرعه ديال الشكلاط. يعني ما كاينش المول راه ماشي مشكل، نقدر نستعملو غير زليفه ولا هكا الغطايه ديال شي قرعه، يعني ما نتقيدوش بشي حاجه. هنا الورقه جبتها كل ورقه كبيره قسمتها على اربعه، غناخد الربع وندهنو بشويه الزيت وغنحط الحشوه. بالنسبه لي انا كندهن غير بالزيت فقط، لان الزبده بعض المرات تبقى فيها الماء، ولا اكثريه ديال المرات كيكون فيها الماء كتخلي داك البصيلات ولا البريوات كيجيو ما كيجيوش مقرمشين، يعني كيوليو رطبين ولا لاويين كيف ما كنقولوا. يعني انا جربت بالزبده، واخا كندوبها ونحيد ليها داك الماء اللي كيطلع
وداكشي ما تيبقاوش بحال الا درتيهم غير بالزيت بوحدهم. كنصحكم تجربوهم غير بالزيت. هنا ضفت شويه ديال الطون، انا الطون ما بغيتش نخلطه مع الحشوه باش ما يدوبش ليا فيها وما يبقاش يبان. اللهم كنحط طريفات من فوق منها كيجي باين في كل عده كتعدى، لانها صغيورين البسيطلات كل عده كتلقاي فيها واحد شويه ديال الطون. وضفت هنايا شويه ديال الموتزاريلا كيف ما قلتوا، الفرماج احمر صافي. ونبدا ندهن الورقه وانا كنجمعها، نبدا نجمع الاطراف. هنايا الا لقيت شي طريف اللي يكون قاصح، لان بعض المرات كنجيبوا هكا ورقه البسطيله وكتزبد تقصح معنا، الا لقينا شي طريف اللهم من الاحسن نحيدو، ولا لا يبان لينا ان ورقه البسطيله كثيره نقصوها باش ما تجيناش ثاني البسطيله عامره غير بورقه البسطيله. صافي هنايا ملي كنجمعها غنجي وضروري غندوبلها، غنجيب ثاني ربع ديال ورقه البسطيله نحاول ندهنو. وديما داك الجهه اللي كتكون حرشه هي اللي نديروها لداخل، هي اللي غنعمروها بالحشوه ولا غنحطو فيها الاخرى، والجهه الرطبه اللي كتبان لينا ملسه هي اللي كنخليوها على برا. مي كندهنها كنجيب بسطيله وتندير ديك البلاصه اللي مجموعه فيها البسطيله اللي فيها زعما داك الوراق مجموعين، كنديرها هي لتحت باش داك الجهه الفوقانيه هي اللي نلوي عليها تاني الورقه الثانيه، باش ما تجينيش واحد البلاصه فيها الورقه بزاف وبلاصه فيها غير الورقه مضوبله غير على جوج. كنتمنى الفكره تكون واضحه. صافي ونحاول تاني نجمع صافي، وكنشدهم بحال هكا وكنحطهم ديريكتومون في اللاطه اللي غندخلها للفران. نعاودو واحدة اخرى، تقدروا هنايا تشكلوا بريوات. بالنسبه للبريوات والطريقه الطي ديالهم غتلقاوها في واحد الفيديو اللي سبق لي، وحضرت معكم بريوات ديال الكفته والبيشاميل حتى هما تيجيو لذاد، والطريقه الطي ديالهم باش ما يتحلوش لينا في الطياب غتلقاوهم في القناه. صافي كيف ما قلت نبقى ديما ندهن شويه بالزيت، نعمر بالحشوه ونحط طريفات ديال الطون، نحاول نفتت واحد شويه وشويه ديال الموتزاريلا ولا الفرماج احمر، وحنحاول نجمع ولا لقيت هكا شي طريف اللي هو شايط نحيدو باش ما تجينيش الورقه كثيره بزاف، ونعاود ندوبلها. صافي غندوبلها في ربع ورقه ديال البسطيله. من طبيعه الحال يمكن لكم توجدوا بزاف ديال البسطيلات هكا وتحتفظوا بهم في المجمد، ديروا العدد اللي غتحتاجوه في بلاستيكه وتجبدوه، غير هي مي تجبدوه ديريكت للفران، يعني ما تخليوهش حتى يطلق، لان ما غيطلق داك الساعه غيدير الماء وما غيجيوناش مقرمشين بسطيلات. ها هما من بعد ما ساليتهم بطبيعه الحال ندير عليهم شويه ديال الفرماج احمر ندخلهم يطيبوا ويتحمروا. نتمنى لعجبكم الفيديو، تخليوا لي جيم الفيديو، تخليوا لي تعليق محفز، تشتركوا في القناه الى عجبتكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.